مدبولي يفتتح ملتقى بنات مصر ويؤكد أن تجربة مصر في مجال الإسكان استثنائية وفريدة وغير مسبوقة. البنك الدولي يشيد بجهود مصر لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة. وارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية. نشرة اقتصادية جديدة تأتي حضراتكم من إكسترا نيوز من القاهرة. أهلا بكم. البداية، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن توجه الرئيس السيسي للإعلان خلال الفترة القليلة المقبلة عن إطلاق قمة دولية موسعة تحت عنوان قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة لمناقشة قضايا التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية. تصريحات مدبولي جاءت خلال كلمته بافتتاح فعاليات ملتقى بنات مصر. انتهزت الفرصة في وجود هذا الحشد الكبير جدا من يعني شركات المقاولات والمطورين ورؤساء اتحاد المقاولات العربية والأفريقية، وأيضا أعتقد عدد من سفراء الدول الشقيقة، بالإعلان يعني عن توجه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإعلان خلال الفترة القادمة، فترة قريبة القادمة جدا، عن إطلاق قمة دولية موسعة تحمل اسم قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة لمناقشة طبعا قضايا التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية. وإن شاء الله يعني بنستهدف بإذن الله أن هذه القمة تعقد في عام 22، ويعني طبعا يعني هنحدد يعني سيادة الرئيس هيحدد الموعد المناسب لهذه القمة بإذن الله، وطبعا ده هيبقى طبقا بالتنسيق مع رؤساء الدول العربية والأفريقية ورؤساء الحكومات اللي بإذن الله ان احنا بنستهدف ان هم يبقوا موجودين معنا ويشرفونا في هذه القمة. وده هدفه في الأساس ان احنا طبعا نزيد من يعني الحقيقة التواصل والتنسيق والتعاون الكامل وزيادة وتعزيز العلاقات الاستثمارية مع أشقائنا الدول الأفريقية والدول العربية، وده محور أساسي للحكومة المصرية النهاردة بتركز عليه في خلال المرحلة القادمة كجزء من الحقيقة يعني عودة القوى الناعمة لمصر إن شاء الله في منطقتها بإذن الله. وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته بعودة إصدار تقرير التنمية البشرية لمصر بعد توقف طويل، كما أعلن أن قطاع التشييد والبناء وفر 5 ملايين فرصة عمل، مؤكدا أن الدولة تسعى لنقل خبرتها في هذا القطاع إلى دول عربية وإفريقية، لافتا إلى وقوف الدولة مع القطاع الخاص الجاد في مجال التطوير العقاري. قطاع التشييد والبناء والبنية الأساسية، وبالتالي الحقيقة يعني القطاع ده أعتقد أن الفترة اللي احنا بنمر بيها ال7 سنوات الماضية وان شاء الله الفترة القادمة ايضا هي بكل المقاييس فترة تاريخية في حياة هذا القطاع، وان شاء الله يعني يستمر هذا القطاع في النمو والرخاء، والدولة المصرية بتدعمه بالكامل لان هذا القطاع زي ما حضراتكم عارفين بالكامل يقوده القطاع الخاص تقريبا، يعني باستثناء عدد بسيط جدا من الشركات اللي تنتمي للدولة الغالبية الساحقة من الشركات اللي بتعمل فيه هو القطاع الخاص المصري، وهو اللي مكننا ان احنا هذا القطاع فعلا نجح انه يوفر 5 مليون فرصة عمل على مدار السنوات الماضية، وده زي ما بقول لحضراتكم اللي بقى مخلينا النهاردة لدينا قدرة هائلة وعندنا خبرة كبيرة في هذا القطاع ان شاء الله ان احنا نقدر وسعداء ان احنا نكون بننقلها لإخواتنا وأشقائنا في أفريقيا والعالم العربي. فالحقيقة مرة أخرى كل الشكر والتقدير لزملائي وأصدقائي العاملين في هذا القطاع على ما يبذلونه من جهد. كما أكد رئيس الوزراء أن المشروع القومي حياة كريمة يعد أيقونة الدولة المصرية، حيث من المستهدف تطوير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في كل ربوع الريف المصري، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأكبر على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة. أنا أعتقد أن المشروع اللي نقدر نقول عليه أيقونة يعني الدولة المصرية هو مشروع حياة كريمة، وهو المستهدف منه تطوير حياة أكثر من 58 مليون مواطن مصري في كل ربوع الريف المصري،
وده بكل المقاييس هو المشروع الأكبر على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة. والدولة المصرية النهاردة مخصصة له طبعا مئات المليارات لتطوير هذه المشروعات الكبرى، وكلها أيضا في قطاع التشييد والبناء والبنية الأساسية. وأكد رئيس الوزراء أن تجربة مصر في مجال الإسكان استثنائية وفريدة وغير مسبوقة، مشيرا إلى أن قطاع الإسكان شهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية من خلال توفير السكن اللائق للمواطنين. وأوضح مدبولي أن الدولة مستمرة في إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة. الحمد لله، برضو اللي تم في الدولة المصرية في قطاع توفير السكن اللائق للمواطنين المصريين أيضا تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. والحقيقة يمكن البرنامج اللي تبناه فخامة الرئيس للقضاء على المناطق الغير أمنة، يعني حقيقة يعني وأنا بكررها دايما في كل لقاء، يعني الواحد كان بيعمل على كخبير دولي في عدد كبير من الدول، لا توجد تجربة في العالم كله زي اللي اتعملت في مصر حقيقة، يعني في القضاء على المناطق الغير أمنة وتوفير سكن لائق مجهز لأهالينا اللي كانوا بيسكنوا في هذه المناطق. والحياة الدولة المصرية النهاردة مركزة على كمان تطوير المناطق الغير مخططة، وداخلين في مناطق يمكن كان كلنا كنا لا نتخيل ولا نحلم أن يحصل فيها تطوير، لكن الحمد لله النهاردة مع بناء الثقة ما بين المواطن والدولة بقى المواطن بيتقبل أي أعمال تطوير وبيشارك فيها في هذا الصدد. الحقيقة مشروعات الإسكان الاجتماعي ومختلف نوعيات الإسكان اللي الدولة المصرية بتقدمها في هذه الفترة أيضا بتسهم في يعني حل ومشكلة الفجوة الإسكانية اللي كانت موجودة على مدار السنين، وبالذات في نوعية إسكان كان دايما في نقص شديد فيها وهي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل أيضا. الحقيقة يمكن كمان تجربتنا في إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، احنا عندنا النهاردة الخطة بتاعتنا 25 مدينة جديدة بتنشأ بالتوازي مع بعضها البعض. وقال دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بذلت خلال السنوات القليلة الماضية جهدا كبيرا في كافة القطاعات. وأضاف مدبولي أن مياه الشرب تصل حاليا إلى 98.5% من عدد السكان. في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الدولة المصرية يعني قامت بجهد كبير جدا وما زالت بتقوم فيه أيضا في خلال الفترة الماضية أيضا، ويكفي أن احنا الحمد لله أن النهاردة مياه الشرب بتصل إلى أكثر من 98.5% من عدد السكان، ويمكن 1.5% المتبقية هي في أماكن يعني نائية، يعني مش من المناسب أصلا أن احنا نوصل لهم شبكات، وبالتالي يعني بيبقى بليهم وسائل أخرى لوصول المياه إليهم. ولكن الأهم اللي احنا مركزين عليه كدولة النهاردة أن احنا صحيح ان في تغطية 98.5%، بس ازاي ان احنا نضمن ان الكميات اللي بتصل لكل هؤلاء هي دي الكميات المناسبة والكافية ليهم. وجهد كبير جدا بيتعمل في كل المناطق الحضرية والريفية لهذا الموضوع. ايضا قطاع الصرف الصحي، ويمكن بس يمكن معالي يعني فخامة الرئيس امبارح ذكر في يعني لقائه امبارح واحنا في تقرير التنمية البشرية ان من سنة 2014 كانت نسبة التغطية في الريف المصري لا تتجاوز 11%، النهاردة احنا وصلنا 38% في سنوات قليلة جدا. وفي نفس الوقت الحمد لله مع مشروع حياة كريمة بإذن الله ان احنا بنستهدف ان احنا تقريبا نصل بكامل تغطية للريف المصري. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز على هامش ملتقى بنات مصر، أكد وزير الكهرباء محمد شاكر بذل جهود كبيرة لتطوير الشبكة الكهربائية القومية بهدف تحقيق أفضل خدمة للمواطنين، بجانب التوسع في المشروعات القومية ومن ثم تصدير للخارج. توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا في هذا الأمر أن الكهرباء مسألة أمن قومي، لابد من توفير الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية باستقرار كبير بالقدرات اللازمة عشان تقدر تلبي جميع الاحتياجات، سواء كان إسكان سواء كان صناعة زي محرك زراعة. احنا النهاردة شغالين في مشروعات كبيرة زراعية، يعني في منطقة النيو دلتا، الدلتا الجديدة دي بتتكلم على 2.2 مليون فدان محتاجة على 2000 ميجا، يعني قصدي هناك طلب كبير على استخدام الطاقة الكهربية المستقرة. الحمد لله يعني خلال الفترة الماضية ربنا أكرمنا وقدرنا ناخد مجموعة من الدولة كلها أخذت مجموعة من الخطوات اللي أدت في النهاية إلى أن تبقى في قدرات في الشبكة الكهربية تكفي لكل الاحتياجات.
ايضا بتكفي مش الاحتياجات بتاعتنا بس، احنا نسيء ايضا تصدير الى الخارج. واقول لسيادتك احنا عندنا خط ترابط كهربيه ما بين مصر والاردن ومصر وليبيا ومصر والسودان، وفي الوقت الحالي بيتم توقيع على العقود لانشاء خط ربط بيتعامل مع 2000 ميجا مع السعوديه. وخلال جلسة نقاشية بحضور وزير الإسكان عاصم الجزائر ووزير الطيران المدني الطيار محمد منار ضمن فعاليات منتدى بناة مصر، قال وزير الإسكان إن البناء ليس هدفا في ذاته، فالأهداف الاقتصادية والتنموية هي الأساس للتوسع العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية وإيجاد فرص عمل جديدة وتوفير الاحتياجات والأنشطة الأساسية للمواطنين. من جانبه أكد وزير الطيران السعي لتدشين شركة طيران جديدة مع دولة غانا تهدف إلى تعزيز حركة السفر بين دول القارة السمراء. أول مرة يكون في ريجنال بلاننج مبني على اقتصاديات إدارة العمران، وهو ده الموضوع الأكبر. الموضوع مش بناء وحدات سكنية وبناء مدن جديدة عشان نبني، الموضوع أوله الاقتصاد. العمران هو وعاء التنمية، لو ما عنديش وعاء التنمية مش هتتواجد، وبالتالي احنا مقومات التنمية الاقتصادية اللي بتطرح في المدن الجديدة أو المجتمعات العمرانية الجديدة مش أساسها السكن. لا، الإنسان هو بيسكن فين ما بيعمل، ما بيعملش فين ما بيسكن. وبالتالي كانت التنمية، دراسات التنمية الإقليمية وأنماط التجمعات العمرانية ووظائفها وعلاقتها بالعمران الجديد وعلاقتها بالعمران القديم. لأن لما نيجي نبص على هذه التجمعات العمرانية هلاقي كل واحد بيلعب دور. يعني مدينة المنصورة الجديدة مثلا لها دور هام جدا على مستوى شمال الدلتا، ما هي زي العالمين الجديدة وإن تشابهت المواقع في وقوعهم كمدن ساحلية على ساحل البحر المتوسط. إحنا مصر طيران بتشتغل على 36 وجهة في أفريقيا، منهم بننزل 19 باسم مصر طيران و16 باسم شركات في كوتشير بيننا عشان ننزل عليها. اشتغلنا مع دولة غانا، إحنا شغالين أوريدي عندنا خط في غانا، إنما تم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة غانا الشقيقة لإنشاء شركة طيران باسم غانا إيرواي. هيبقى مصر طيران ليها 75% والجانب الغاني ليه 25%. في الخطوات النهائية من إصدار شهادة الـ AOC في دولة غانا للبدء في إصدار شركة باسم دولة غانا. عملت دولة على استعادة دورها في إفريقيا منذ تولي الرئيس السيسي، وذلك ضمن أولوياتها كإحدى دوائر الأمن القومي. المزيد في هذا التقرير. وضعت مصر استعادة دورها في إفريقيا ضمن أولوياتها كإحدى دوائر الأمن القومي، خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي. ومن هذا المنطلق تواصل مصر الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون مع دول المنطقة بصورة شاملة لتشمل آفاقاً أكثر رحابة، من خلال التركيز على مشروعات التنمية بصفة أساسية.
ومن أهم المشروعات بين مصر ودول القارة كان إقامة السدود وحفر الآبار الجوفية وتنفيذ محطات مياه شرب جوفية في أوغندا وكينيا وتنزانيا والسودان وجنوب السودان. كذلك تقوم مصر بإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية في إطار التعاون الثنائي مع الكونغو الديمقراطية، هذا إلى جانب مساهمة الحكومة المصرية في إقامة المشروعات التنموية بالعديد من الدول الأفريقية. تساهم عدة شركات مصرية في تنفيذ مشروعات تنموية أخرى، منها شركة المقاولون العرب التي تتواجد داخل 23 دولة أفريقية، حيث تنفذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية وأعمال الطرق الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات السكنية والصحية. كما ينفذ تحالف من الشركات المصرية وبإشراف الحكومة المصرية إنشاء سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا، حيث تم البدء في أعمال تركيب أول أجزاء التوربينة الأولى لتوليد الطاقة الكهرومائية بمشروع السد من بين 9 توربينات. المشروعات المصرية في القارة السمراء تعد إحدى ركائز السياسة المصرية تجاه أفريقيا من أجل تحويل القارة السمراء من منطقة طاردة للبشر إلى منطقة جاذبة تنمو بكوادرها وأبنائها ومواردها الضخمة. فصل قصير ثم نستأنف نشرتنا الاقتصادية، ابقوا معنا. بحضراتكم من جديد، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لحرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي من الاشتراك في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي. من جانبها قالت وزارة المالية إن الاستفادة من المبادرة لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى يشارك فيها المواطن، مشددة على أن المبادرة تتيح لأي مواطن يمتلك سيارة مضى على صنعها 20 عاما فأكثر فرصة استبدالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج الغاز الطبيعي والبنزين طالما تنطبق عليه الشروط المعلن عنها، والتي لا يأتي من ضمنها عدم الحصول على وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا بعنوان سيمنز تشارك مصر في خطتها لتطوير بنية السكك الحديدية. ورصد التقرير إعلان شركة سيمنز عن مشروعها الجديد لبناء شبكة سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة تسهم في ربط أهم الموانئ الجافة والبحرية بمصر، يستفيد منها 30 مليون راكب سنويا، كما توفر 50% في وقت المواطنين للتنقل بين القاهرة والعاصمة الإدارية. أكدت وزارة الزراعة الاهتمام بتأثير التغيرات المناخية والتركيز على تحسين سلاسل القيمة وتقليل الفاقد والهدر من المحاصيل الزراعية. وخلال لقاء وزير الزراعة سيد القصير مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي آيات سليمان لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على القطاع، أعربت سليمان عن اهتمام البنك الدولي بالمشاركة مع الوزارة في وضع خطة وطنية لمجابهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة، خاصة أن الحاصلات المصرية تغزو حاليا معظم الأسواق العالمية. أشادت المديرة الإقليمية للبنك الدولي آيات سليمان بجهود مصر لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة الحرص على دعم جهود الحكومة للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. جاء ذلك خلال لقاء رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي، حيث تم مناقشة الإطار العام للتعاون المستقبلي بين الجانبين وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للسوق المحلية. أشاد وفد رفيع المستوى من حكومة ناميبيا بدور مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في دعم دول القارة الإفريقية بصورة مستمرة منذ توليه المسؤولية وتوفير الخبرات المصرية في العديد من المجالات. وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي خلال اجتماع مع الوفد الناميبي اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بدولة ناميبيا الشقيقة والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بانخفاضها، ومع التفاؤل بإمكانية أن يشهد الطلب العالمي على الخام مزيدا من التعافي في الربع الرابع. وارتفعت العقود الآجلة لخام برانت بأكثر من 1% لتصل إلى 74 دولارا و49 سنتا للبرميل. كما زادت عقود خام نايمكس الأمريكي بنسبة 1.3% عند مستوى 71 دولارا و40 سنتا للبرميل. ختاما ولمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام أو يوتيوب. انتهت نشرتنا الاقتصادية، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.